النادي الاهلي خديها على التليفون يلا اتكلمي معاه. كابتن ساره امين حبيبتي يا كيكو الف مبروك الف مبروك يا حبيبتي اول بطوله مع النادي الاهلي وان شاء الله سجل مليء بالبطولات والانجازات. الله يبارك فيك يا كابتن يوسف والله انا مبسوطه قوي ان احب كلامك الجديد ده الكبير ده والله يا ميرسي والف الله يبارك فيك. كابتن ساره امين ببارك لك الف مليون مبروك ليكي اول بطوله مع النادي الاهلي. قولي لي احساسك ايه النهارده وانت بتاخدي اول بطوله مع النادي الاهلي؟ احساس اكيد مختلف معاكي النهارده. احساس تحفه والله اول مره اكسب بطوله افريقيا الحمد لله. النهارده كان ماتش صعب في الاول بس ما كانش فيه يعني ماتش كان بتوتر شويه ما كانش فيه تظبيط كنا مشدودين الماتش على ملعبنا على ارضنا وكده كان لازم نكسب. الحمد لله الجيم اللي بعده عرفنا ان احنا نتغلب على كل اخطائنا والحمد لله عرفنا نكسب الماتش بكل سهوله الحمد لله. الحمد لله كابتن حمدي عرف نقطه ضعفنا عرفنا نلعب على الفرقه اللي قدامنا كويس جدا. الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله. ساره كلمه للجمهور العظيم لجمهور النادي الاهلي اللي النهارده اكيد اول مره تلعبي في وسط الجمهور العظيم ده. صراحه يعني ثاني مره بعد الكره العربيه الجمهور عامل كبير قوي 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 ويعني هو صراحه من غيره احنا يعني ولا حاجه. في وقت الماتش لما يشتت بيشجع جامد جدا بيدينا باور عادي جدا. الحمد لله الحمد لله هو يعني ان شاء الله يبقى معانا في كل البطولات ان شاء الله نبقى رافعين راسهم عن حوش ظنهم كلهم الجمهور والاداره وكل الناس ان شاء الله. كابتن ساره امين الف مليون مبروك بطوله جميله مع النادي الاهلي وان شاء الله مزيدا من البطولات مع النادي الاهلي. شكرا كابتن ساره.